وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادين في الخارج السفير أمين أبو صديق هو من ترأس الاجتماع الأسبوعي للجنة الوطنية لإدارة الأزمة الصحية بحضور الوزراء الأعضاء باللجنة ومساعدي رئيس الجمهورية. وزير الخارجية أمين أبو صديق طلب من وزارة الصحة العامة ولجنة إدارة الأزمة الصحية والمنسقية زيارة التوقيع واتخاذ القرارات الصحية لمحاربة كورونا خاصة خلال هذه الشهور فصل الشتاء. البروفيسور شوا أوشيمي المنسق الوطني للاستجابة الصحية عقب خروجه من اللقاء: الحالة الوبائية هسه أسبوع الاثنين فاتوا في الدنيا كله زاد جايزي لأن في أفريقيا تقريبا 80% زاد من أسبوعين الفاتوا وفي شات كمان في شات كله زاد زي ما حسه وتبي لبالي والزغمة كله بيزيد ومرض شايلين لا بشابه للزغمة نسخة لي ما يقول الماسك تجور يلبسوا يقولوا بيت بلد ناس وناس خسرين لا يدين كل ما الزهمة اللي ما بتبدأ لحد كذا شهر البرد ده كل يفوت ده إن شاء الله خليكم جاوبوا الحساب. هذا وتطلب لجنة إدارة الأزمة الصحية من الجميع تطبيق الإجراءات الصحية واحترام القرارات التي اتخذتها الحكومة المتعلقة بجائحة كورونا.